بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة قوي. طالب المعادلة اللي قرر يدخل امتحانات المعادلة وقرر يعمل المعادلة، نقطة مهمة جدا لازم يكون حريص عليها. ايه هي؟ انه ما يقولش لحد انه هيعمل معادلة، لا لاصحابه ولا لقرايبه. ليه؟ لان هيفاجأ بحاجة غريبة قوي، هيفاجأ بان اللي ما بيسألش عليه بقى يسأل عليه عشان يبعده عن المعادلة، وهيلاقي ناس تقول له دي المعادلة بالواسطة، بالرشوة، بالكوسة، ما حدش بينجح فيها، الكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده كده، المعادلة سهلة جدا ولا فيها رشوة ولا فيها واسطة ولا كوسة ولا اي حاجة، ماشي؟ فاستعينوا على قضاء حيوكم بالسر والكتمان. فانت بعد ما تنجح قول للناس كلها خلاص، وربنا يوفقك يا شباب بالتوفيق. شكرا.